تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه وحافظه وأيده، ينطلق برنامجنا بآيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم المقرئ الموظف رشيد علي اللوس. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من لكم عن شكرنا وامتناننا على حضوركم. فهذا الحفل السنوي يشكل موعدا للاحتفال والفخر والاعتزاز بموظفي قطاع السجون، نظيرا لتضحيات الجسام والمجهودات الجبارة التي يبذلونها في إطار ممارستهم لعملهم اليومي تحت شعارنا الخالد الله الوطن الملك. وفقنا الله جميعا لما فيه خير بلادنا، وأبقى الله مولانا ذخرا وملاذا لهذه الأمة، وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، وحفظ ولي عهد الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزره بصنوه الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الحفل والتي تتعلق بتوشيح الإطار بالمندوبية العامة عبد اللطيف بن حسن العمري بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة، فليتفضل مشكورا. ونلتمس من السيد عبد الرزاق المنصوري عامل صاحب الجلالة على إقليم تطوان التفضل بتسليم الوسام. ونحن نتابع هذا التوشيح الذي أنعم به صاحب الجلالة الملك. بحول الله، وأدعو الجميع لحفل شيء بهذه المناسبة السعيدة. محمد شقو موظف السجن المحلي بمناسبة تأسيس الذكرى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الذكرى 16، تم التكريم ثم منح جائزة الموظف المتميز. بهذه المناسبة كنشكر المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومدير المؤسسة وجميع رؤساء المصالح وجميع الموظفين والزملاء والأصدقاء ديالي داخل العمل. بكل فخر واعتزاز بالذكرى 16 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بحضور مختلف شركائنا المحليين لسلطات وهيئات أمنية ومحلية وقضائية وعسكرية وجمعيات المجتمع المدني ومنتخبون ومختلف الفاعلين المحليين. خلال هذه المناسبة نستعرض مع شركائنا مسار التطور والإصلاح الذي عرفه ويعرفه قطاع السجون، وكذا المنجزات والخطط والبرامج المستقبلية التي تهدف إلى تحقيق طموحات ومواجهة التحديات في توافق تام مع أفضل الممارسات المعتمدة في تدبير الشأن السجني.
تماشيا مع التوجيهات الملكية الثانية، مع التوجهات الحكومية، ومع مقتضيات القانونية الوطنية والدولية المسطرة في هذا الشأن. أيضا نستغل هذه المناسبة للاحتفاء وتقديم الشكر والامتنان وتكريم موظفينا وموظفاتنا نظير تضحيات الجسام والمجهودات الاستثنائية التي يبذلونها في إطار ممارستهم لمهامهم وأدوارهم اليومية وتدبيرهم لمختلف التحديات المطروحة. أهم ما ميز هذا الموعد السنوي هذه السنة هو إنعام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده على أحد الموظفين اللي هو السي عبد اللطيف العمري إطار بالمؤسسة بوسام استحقاق من الدرجة الممتازة. أيضا تم تكريم كما جرت العادة الموظف المتميز والموظفة المتميزة. هذه المسابقة اللي كيتم من خلال اختيار موظف وموظفة سنويا بناء على مجموعة المعايير ومحددات كتتعلق بالأداء المهني بالكفاءة وبالمسؤولية. هذه السنة فاز بها الموظف محمد شاقور إطار بمكتب الضبط القضائي، وأنصف الإناث فاز بها السيدة سميرة الخطار ممرضة بمصلحة الرعاية الصحية. بهذه المناسبة كنقدم الشكر الجزيل لكل الشركاء ديالنا على الحضور ديالهم، الرجال الصحافة والإعلام على تغطيتهم لهذا الحفل السنوي المتميز.